بهذا الشأن أستاذ إسلام سعيد الشناوي، المختص في الشؤون الجرمانية، شؤون الدول الجرمانية، مباشرة من العاصمة القطرية الدوحة. أهلا بك أستاذ إسلام الشناوي. أهلا بك يا ريم، وإن شاء الله أقدر أديك أجوبة واضحة ومقتضبة على الأسئلة اللي حضرتك هتعطيني إياها إن شاء الله. إن شاء الله. سؤالي الأول لحضرتك، لماذا بدأت أوروبا اللجوء إلى الخليج العربي بعد أزمة الطاقة، وهل اللجوء ده يعتبر متأخر؟ طبعا الإجابة بتاعتك، السؤال بتاعك مكون من جزئين، بس أفضل إن أنا أبدأ بالشق الثاني اللي بيتعلق بإذا كان يعني هذا التوجه متأخر أم مبكر. هو طبعا متأخر، وكان الأحرى بدول الاتحاد الأوروبي إن هي تبدأ باتخاذ هذه الإجراءات في عام 2014 مع الاجتياح الروسي لشبه جزيرة القرم. طبعا في علم مختص اسمه علم الدراسات المستقبلية. العلم بيجمع مؤشرات من الحاضر ومن الماضي عشان يضع بها تنبؤات للمستقبل. فأحب أعرف حضرتك إن كل المؤشرات كانت بتتجه إن هيبقى في اجتياح روسي لأوكرانيا، ليس فقط منذ عام 2014 ومن اجتياح الروسي للقرم، لكن من سنة 1997، لأن ألكسندر بوجين، ده اسمه بيسموه في الغرب بوتينز بريم، ده ألف كتاب سنة 1997 اسمه The Foundations of Geopolitics، وكتب فيه كل الأشياء اللي بتحصل وبتحدث في العالم في الوقت الراهن، سواء اجتياح القرن أو اجتياح أوكرانيا. وطبعا يبقى الرد الصريح على سؤالك إن الإجراءات الأوروبية والنمساوية والألمانية بدأت متأخرة جدا جدا جدا، وكان الأحرى بيهم إن هم يبدأوا بيها سنة 2014 عقب الغزو الروسي للقرن. السؤال الثاني بتاع التوجه لمنطقة الخليج العربي، ده أمر طبيعي ومنطقي، لأن طبعا زي ما حضرتك بتعرفي إن دي أكتر منطقة بالعالم غنية بمصادر الطاقة، بالنفط وبالغاز الطبيعي المسال وليس السائل. وهوضح لحضرتك الفرق إن شاء الله، لأني أتوقع يعني إن الكثير من المشاهدين لازم يعرفوا الأشياء ذات الصلة، يعني إيش الفرق بين الغاز الطبيعي الروسي والغاز اللي هو ممكن يجي من قطر أو من الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. طيب، إلى أي حد وحدت الطاقة الخصوم السياسيين، باعتبار أن قطر والإمارات يعني في حالة من الصراع الخفي من خلال زيارة المستشار النمساوي كارل نيهاما؟ شوفي، هو الصراع ما كانش خفي، هو الصراع كان علني في السنوات الأخيرة، وكان واضح في الإعلام وفي الحرب بالوكالة في أكثر من منطقة بالشرق الأوسط زي ليبيا وزي اليمن وزي القرن الأفريقي. وطبعا لازم في هذا الشأن نفرق بين إدارة الصراع وتسويته، لأن إدارة الصراع بتعني يعني ما يبقاش فيه بس عنف، ما يبقاش فيه حروب، ما يبقاش فيه حصار زي اللي فرض على قطر. وعليه لا علاقة طبعا بين الزيارة وبين توحيد الخصوم في قطر والإمارات، لأن في توجه بشكل عام في الشرق الأوسط إلى الكف عن القوى الخشنة وعن إجراءات الحصار والحروب، وبدء تبني لغة الحوار والتفاهم وفقا للعديد من المؤشرات والعديد من الأدلة، أهمها الزيارات المتبادلة بين مسؤولين البلدين سواء قطر والإمارات أو سواء تركيا والإمارات أو قطر والسعودية. يعني إن في حراك جديد بالمنطقة بيدعو أكثر إلى الحوار ونبذ لغة التهديد باستخدام القوة أو لغة الحصار أو الأشياء ذات الصلة بالقوة الخشنة. وباعتبار ان النمسا تعتمد على الغاز الروسي ب 80% من استخدامها للغاز،
هل من الممكن أن يغطي القادم من الخليج العربي هذا الجزء؟ ده أهم سؤال طبعا، وبحييك بحيي حضرتك على إنك جهزتي في الإعداد، وأنا أؤكد لحضرتك إن مع الأسف الشديد لا قطر ولا أي دولة أخرى منتجة للغاز المسال قادرة على تعويض أوروبا عن الغاز الروسي، عشان 3 أسباب. طبعا السبب الأول إن في عقود طويلة الأجل، يعني لسنوات مقبلة، بين الموردين اللي زي قطر وبين الدول اللي هي بتصدر إليهم بآسيا، وعلى رأسهم اليابان وكوريا الجنوبية والهند وباكستان والصين. في عقود طويلة الأجل، ولو هاي الدول فكرت تتنازل عن جزء من واردات الغاز اللي بتروح لهم من قطر، هيبقى من 10 إلى 15%. وطبعا هذه النسبة يا ريم غير كافية لتعويض الغاز الروسي. تاني سبب وهو الأهم، أن أوروبا تفتقر إلى الإمكانيات الخاصة بالغاز الطبيعي المسال. لازم أنا أوضح لك في هذه الجزئية إيه هو الغاز الطبيعي المسال. نعم، ما هو الغاز اللي كان بي الغاز اللي كان بيجي لكم من روسيا كان بيجي لكم عن طريق خطوط أنابيب، وكان بيفضل في نفس حالته الغازية عن طريق خطين أنابيب، خط اسمه نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 اللي هو تحت الإجراء أو تحت التنفيذ واللي تم إيقاف تنفيذه. وكان الغاز بيجي لكم في حالة سائلة ويتم توزيعه بشكل مباشر على منافذ الاستهلاك، سواء المنازل أو سواء المصانع أو محطات الوقود. إنما الغاز القطري بيتم تصديره بالشاحنات، وبيتم تحويله إلى حالة سائلة اسمه الغاز المسال. وبعد تحويله إلى حالة الغاز المسال، لازما محطات تخزين تكون موجودة بالموانئ الأوروبية اللي تستقبل هذا الغاز، والمحطات دي مش موجودة بأوروبا بسعة كافية تكفي يعني حاجة الاستهلاك المحلي الأوروبي من مصانع ومن تدفئة. ويضاف إلى ذلك إن الغاز بعد ما بيوصل للمحطات في صورته السائلة بيحتاج لشيء آخر اسمه تغويز. تغويز يعني إعادته للحالة الغازية من جديد حتى يتسنى استخدامه. وأوروبا إلى هذه اللحظة تفتقر إلى هذه العوامل، تفتقر إلى هذه الإمكانيات، تفتقر إلى البنية. السبب الثالث يا أستاذة ريم، إن هذه المحطات في اعتراضات كبيرة عليها من في أوروبا بسبب قضايا المناخ، وخصوصا من حزب الخضر، سواء حزب الخضر في النمسا أو سواء حزب الخضر في ألمانيا، لأن في دعوات من قبلهم إن يبقى في سن قانون بيجبر الجميع على الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. واليوم أوليفر كريشر ده ممثل الخضر في البوندستاغ الألماني دعا ليس فقط إلى مقاطعة روسيا وإلى عدم الاعتماد على روسيا، بل عدم الاعتماد على الدول الأخرى المصدرة للغاز المسال بشكل عام، والبدء في تبني مبادرات جديدة لاستخدام الطاقة المتجددة. وبيضغطوا من سنوات يا أستاذ ريم علشان القانون اللي قلت لحضرتك عليه بتاع ضرورة استخدام الطاقة المتجددة. يعني نقدر نقول إن أوروبا وليس فقط النمسا أمام تحدي في الوقت الراهن قد يصل إلى خفض مخصصات المصانع، لأن طبعا مش هينفع يخفضوا مخصصات التدفئة من الطاقة. طيب، كيف يمكن تجاوز هذه التحديات؟ تجاوز هذه التحديات الأفضل، الحل الأمثل لها إن يبقى في ضمانات روسية بعدم إيقاف إمدادات الغاز، لأن الوضع صار صعب، بس في يعني بصيص أمل أو بصيص ضوء يخرج من الموضوع، إن خلال سنوات الحرب الباردة اللي كانت بين الاتحاد السوفيتي أو بين الشرق والغرب، روسيا ما وقفتش امدادات الغاز الى اوروبا وكانت ملتزمه بهذه الامدادات. طبعا زي ما حضرتك عارفه ان اسعار النفط وصلت لاعلى معدل ليها من 13 سنه، من 13 سنه الاسعار اليوم في اعلى معدلاتها. ده هيشكل تحديات اخرى على الاتحاد الأوروبي وعلى النمسا وعلى ألمانيا، لأن الغاز الروسي رخيص جدا، لأن زي ما قلت لحضرتك بيجي في أنابيب، إنما الغاز المسال بيتطلب أكثر من عملية وأكثر من توجه. عشان كده كان في النهارده في زيارة المستشار النمساوي للإمارات توجه نحو الهيدروجين الأخضر، والهيدروجين الأخضر ده
الإمارات من الدول الرائدة فيه في إطار استراتيجية إماراتية رامية إلى تحقيق الاستدامة. أستاذ إسلام الشناوي، شكرا ليك على مداخلتك معانا النهاردة وتحليلك وتوضيحك الفرق بين الهيدروجين السائل والمسائل. شكرا ليك. يلا تحياتي لك، وإن شاء الله موعدنا بلقاءات أخرى. شكرا لك. إن شاء الله. شكرا. شكرا لك.